استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم الرئيس الفخري لمركز الجواد العربي بيت العرب محمد جاسم مرزوق ورئيس مجلس الأمناء علاء أحمد الرومي والسادة أعضاء المجلس، حيث أطلع سموه ورعاه الله على الأنشطة التي يستفيد منها مربو الخيل العربية والمهرجانات والفعاليات المختلفة التي يقيمها المركز للمهتمين بالخيول، كما قدموا الدعوة لسموه حفظه الله لحضور مهرجان الجواد العربي والذي سيقام الشهر المقبل. هذا وقد أشاد سموه ورعاه الله بجهود القائمين على مركز الجواد العربي بإقامة المهرجانات العالمية والبرامج الثقافية لإثراء أنشطة الجواد العربي دعما للهواة وتطويرا لمهاراتهم وقدراتهم في هذه الرياضة الأصيلة من أجل تحقيق أعلى الإنجازات في البطولات العالمية، متمنيا لهم سموه دوام التوفيق والسداد. شكر منك يا طويل العمر على دعمك المتواصل لمركز الجواد العربي، وخاصة رعايتك الأخيرة لمهرجان الجواد العربي اللي راح يقام الشهر القادم. طويل العمر، أعتقد طويل العمر ما أدري تسمع البطولة، مهرجان الكويت يعتبر اليوم من أهم المهرجانات بالعالم، سواء كان ذلك بالمشاركة من الكويت ومن خارج الكويت خاصة من دول الخليج أو من حيث عدد الحضور. الجماهير طويل العمر الشباب الكويتي والجماهير يمكن الإخوان شاركونا وحضروا وشافوا الحماس اللي موجود، واعتقد هذا ما تحقق طول العمر الا من خلال رعايتك ودعمك في المركز السابق. طول العمر هذا مكانك انت اللي بنيته وسويته، والله ودنا تشوفه. الشيء الاخير طول العمر، انا طبعا ودي اتشكر منك على منح الرئاسه الفخريه لمركز الجواد العربي، وانا طول العمر العمل سواء اللي تحقق خلال الفتره السابقه ما كان يتحقق بدون دعمك ورعايتك، سواء يعني ما طول عمرك يعني ودعمك المالي ورعايتك، وحنا ما قلنا بهالانجاز اللي احنا ابنائك ونبي يعني نقدم شيء جميل حق الكويت، وهذه وصاياك لنا طول العمر. وحنا عود من حزمه، يعني الاخوان كلهم كان لهم دور كبير فيما تحقق من انجاز، ونتمنى طول العمر انه يستمر هذا الانجاز يعني لمصلحه هذه البلد. وحنا طول عمرك وأوعدكم بأني سأكون إن شاء الله موجود طول العمر. بعطيك رقم موجودين. سنة 1995 عدد الخيل العربية المسجلة بالكويت 26 راس. طول العمر الغزو كثير من الخيل راحت، اليوم طول العمر عندك 8000 راس، ترى أكبر زيادة في العالم في دولة حصلت بالكويت. 8000 راس طول العمر. شباب وعائلات كل العائلات، انتم شفتوهم في العائلات، حري امهاتهم والامهات جايين يدعمون عيالهم والبنات موجودين، يعني طول العمر يعني المهرجان امانه ما هو مرتبط باليومين، طول السنه عندنا مهرجان، عندنا برامج ثقافيه، دورات تحكيم، عدد البطولات تقريبا 6 نسوي بالسنه طول العمر. المكان صار نجح جدا طول العمر. اي والله، وهذا كله بدعمك ورعايتك يا طويل بسواعدكم الله يسلمك يا طويل العمر. أفكاركم والحمد لله. طول العمر القفزة صارت من يوم استلم ديوان الأميري اللي هو بيت العرب، تقريبا كان عدد الخيل اللي موجودة بالكويت بحدود 2500 راس، اليوم صار 8000، وعندنا إنتاج بحدود 750 رأس سنويا قاعد ننتجها في دولة الكويت، كلها خيل عربية أصيلة، وعندنا تقريبا 1500 مالك للخيل. فكل هذا ترى صار كله من دعمك. فنان مشهور عربي عايش في كندا، من اهم الفنانين، طلبنا منه يرسم لك اللوحه طويل العمر مع جواد عربي، وانت فارس يا طويل العمر حق هالمرحله. طويل العمر ترى حصان معروف، مو بس من وحي الخيال، الحصان معروف. لا حصان عربي اصيل من خيل الاخ محمد جاسم المرزوق. هو عنده افضل حصان اسمه حجازي. هذا حصان دهمان شهوان طويل العمر.